FM. الكلمة ليك. احنا الحقيقة في اخر الامر نقدرش بتصريح سياسية دي ما وراها وليهم ما وراها. احنا اليوم الحقيقة البلاد في حاجة اللي الناس الكل تكون واعية اللي فما مخاطر في نطاق الفساد اللي موجود في بلادنا في المستوى الاقتصادي وخاصة دخوله في السياسة. احنا في افاق تونس هذا ممكن اكثر شيء مخلقنا على خاطر اذا المال الفاسد ياخذ الحكم ما تعرفش وين تنجم تمشي البلاد. واحنا بدينا في تونس للاسف الشديد وقت اللي دخلنا هو من قبل. احنا علاش من اسباب الثورة هو انه الحاكم ولا سارق كبير ياسر ولا مافيا كبيرة ياسر، مافيا تتفرق ما بينه في العائلات وفما مشاريع ما صارتش على خاطر هكا وهكا هذا يكونوا نعرفوه. شنو تو عملنا ثورة دخلنا في نظام جديد هكا بسرعة هذه نوليو نرجع للشيء هذا ممكن بحجم ما أكبر على خاطر برشا أحزاب وبرشا أطراف. هذا هو الخطر اللي قدامنا. نجيو نلقاو رئيس حكومة يتحرك في ثنية الباهية على الموضوع هذا اللي تحبوا راهو سنين مش بتحل في شهر ولا شهرين. معناه راهو اللي القضاء بدا مؤشر صغير القضاء إن شاء الله يرجع يزيد يسرع يتحرك في ثنية الباهية. لكن الأحزاب اللي كنا نستناوها هو أنه الأحزاب السياسية تقول هذا هو صحيح وحتى في وسطها تمشي إلى عملية تنظيف. هذا مانيش خالي راه فيه هذا علاش احنا الحقيقة معناها ديما نعاودوا وديما نقولوا رانا نساندوا في هذا التمشي وديما باش ننتقدوا الأطراف اللي ماهيش تساند فيه في المستوى السياسي. الكلمة ليك.